ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل حاجه جميله جدا كلنا ما بنستغناش عنها في رمضان او غير رمضان، الفطار الاصلي بتاعنا المعتاد، الطعميه الجميله الحلوه العسل دي، القمر دي، وعملت منها كمان نخزن منها نحطها في الفريزر كده زي ما انتم شايفين. يلا مع بعض نشوف احنا عملنا الطعميه الجميله دي ازاي. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال. النهارده جايه لكم بوصفه بقى، يعني وصفه غريبه الشكل. يعني المفروض ان دي طعميه، واحده كده بنت حلال يعني شفت فيديو قالت اعملوا الطعميه في الخلاط، في الخلاط يعني مش فاهمه ازاي في الخلاط. المعروف ان الطعميه بتتعمل اما في الكبه يا اما في المفرمه اللي هي بتاعه اليدوي يا اما في المفرمه اللي هي اللي كده، بس هي قالت اعملوها في الخلاط وحط. طب الخلاط هيمشي ازاي؟ قالت حطوا لها ميه. فانا عملت نفس الفكره فجربت فطلعت بالشكل ده يا جماعه. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه يعني هي لا تنتسب الى الطعميه باي شكل، يعني مش عارفه والله. هو الشكل مش عارفه، مدي على بقلاوه، مدي على مش عارفه، بس يعني الله يسامحها. ما انصحكوش خالص يا جماعه تجربوها والله بصراحه، يعني بعد اللي انا شفته المفروض ان هي طعميه بس لا تمتد بصله للطعميه. فانا دي طبعا مصيرها الرمي في الزباله. فانا هجيب بقى طبعا فول تاني وهرميها طبعا اللي انا عملتها كمان، هجيب فول تاني وهعمل بقى نعمل الطعميه بقى على المكنه اليدوي طعميه زمان. يلا يا جماعه ومن فات قديم وتاه نعمل احلى طعميه ودي في الزباله بقى يا حبايبي. انا جبت طبعا فول تاني لان التانيه طبعا رميتها، جبت فول تاني وبليته اهو، قعد بليته حوالي 5 6 ساعات كده اهو زي ما انتم شايفينه اهو. واجيب بقى المقادير بتاعتي، عندي كرات، ده كرات مصري يا حبايبي طبعا غسلاه ونقعاه بشويه خل كده. ولازم يا حبايبي واحنا بنغسل الكرات المصري ده لان بيبقى فيه طينه كده من قلب من الخط ده، لازم بننقعها كده كويس في الميه والخل، وبعد كده بصفيه وبقطعه كده علشان ايه احطه على الطعميه. وعندي هنا بصلايه متوسطه كده مقطعاها، وقرن فلفل لو مش حابه، يعني هو حراق شويه، لو مش حابه تحط فلفل مفيش مشكله. وطبعا عندي شويه ثوم. هاخد بقى كل المكونات دي كلها وهخلطها على الفول اللي عندي كله ده كده. طبعا الفول يا حبايبي غسلاه كذا مره وشطفاه بالميه، والقرن الفلفل هقلب بقى كله كده مع بعضه علشان يبقى سهل في الخلط. وطبعا جايبه المفرمه اليدوي بتاعتي، مصحكوش تجربوا طعميه الخلاط ابدا والله يا جماعه. طبعا جبت المفرمه اخلطه بس كده كويس علشان اخد شويه بشويه احطهم في المفرمه ويبقى سهل عليا. وكمان في ناس بقى بتحط كمان يا حبايبي على الطعميه شبت وكزبره، انا ما بحبش غير الكرات المصري ده، الكرات المصري ده انسب حاجه. ودول يا حبايبي دول نص كيلو فول على رابطه الكرات ده والبصلايه والفلفلايه وشويه التوم دول. دلوقتي كده هنروح بقى للمفرمه. دي يا حبايبي بقى المفرمه اليدوي بتاعتي، يعني زي ما انتم شايفينها من فات قديم وتاه اهو. هحط بقى كده الكميه مناسبه والف حبايبي. ما شاء الله شايفين انا فرمت الطعميه كلها اهي في المفرمه. مش عايزه اقول لكم يا جماعه ما خدتش والله 10 دقايق، وفرمتها على مرتين كمان، عملت دور وبعدين رجعت عملتها كمان دور. عندي بقى كده هحط التوابل بتاعتي عليها، عندي هنا كزبره ناشفه، دول معلقتين كبار كزبره ناشفه، وطبعا عندي الملح ومعلقه كمون ومعلقه بابريكا. لازم تكتري الكزبره الناشفه يا حبايبي لان الطعميه يعني لها الكزبره الناشفه. هضيف كل التوابل دي كده مع بعضها. وعندي بقى السمسم اهو، شويه سمسم بس، دول انا مش هضيفهم على الطعميه، انا هقلب بيهم. هقلب بقى كده الطعميه بتاعتي كويس اهو زي ما انتم شايفين، وهقوم بقى ماسكه عندي بقى الاكياس بتاعه الثلاجه، هعبي بقى اشوف بقى على حسب ما انت بتحتاجي الكميه بتاعتك. طبعا كل واحده عارفه بيتها بيحتاج ايه وعارفه الوجبه بتاعتها ازاي. تاخدي بقى على قد كفوك وتحطيه في الكيس، وبعد كده تطلعي الكيس بقى تعمليه بقى على السحور، تعمليه زي ما تحبي بقى، بتبقى جميله جدا. احنا عن نفسنا بنتسحر منها عادي. طبعا لسه هعمل بقى معاكم تانية وجبات تنفع كمان للسحور، انا من معاكم ندمس معاكم الفول وندي برضو افكار جديده كمان
للسحور معاكم كده. خلاص كده بقت تمام. مش عاوزه اقول لكم يا جماعه الريحه تحفه. وهحط طبعا بقى لما اجي اقلي احط شويه كربوناتو، وممكن وانت جايه تقلي تحطي على قد القلي بتاعك تحط بيض، بس انا عن نفسي مش بحب احط على بيض ابدا. يعني في ناس بتحب، بس انا بصراحه لا، لا انا ولا اولادي بنحب عليها البيض خالص. هاخد انا بقى كده شويه في الطبق ده كده عشان اقليهم، نقليهم مع بعض، احط عليهم شويه كربونات صغننين صغننين يا حبايبي، مش كتير يعني، مثلا لا اقل من ربع معلقه يعني كده مثلا، حب صغننين دول اهو. وهحط بقى الزيت عندي يسخن، هو هعبي دي في الاكياس واوريها لكم تاني. حبايبي الطعميه بقى هي انا سويتها كده بالشكل ده عشان ما تاخدش مكان في الفريزر، اهو هسيبها بقى كده احطها وبعدين اشيلها على الفريزر على طول. زي ما انتم شايفين جميله جدا سويتها كده. وهاخد انا بقى الحته اللي انا قلت لكم ان انا هقليها، طبعا هي عليها كل الحاجات بتاعتها. طبعا عندي الزيت بيسخن على النار، وقلت لكم طبعا اللي بيحب يحط عليها بيض يحط، بس انا مش بحب احط عليها بيض، بحط بس شويه الكربونات اللي انتم شفتهم دول. ودلوقتي بقى انا حاطه قلايه على النار، هنروح بقى نقلي الطعميه وبعدين نشوفها بعد ما نقليها. طيب قلبي شكل الطعميه بتاعتي بعد ما قليتها معاكم، شايفين ما شاء الله جميله جدا تحفه، وشايفين مستويه من جوه وزي العسل، ولا شاربه زيت ولا اي حاجه اهي. ودي الطعميه اللي انا كمان اللي انا كيستها معاكم، هحطها بقى كده في الفريزر فوق بعضها. وما شاء الله جميله جدا، حاجه بقى نظيفه من صنع ايديكي. طبعا الزيت نظيف وكل حاجه مغسوله ونظيفه، انضف من مره انضف يعني من بره كتير. ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.